الضرب والرفس والشتم والسحل جروني من الاعلى جرني في الارض. ها هو الباشا شتوه، ها هما شتوهم وهنا طيحوني. ها هنا بدا الباشا كيضربني بالركل. اشنو درت؟ واش انا مجرم؟ واش انا هالشي سلاح؟ واش هالسلاح الابيض؟ واش انا جاي نهضر على الحقره؟ جاي نهضر على الغلاء؟ جاي نهضر على الزياده؟ جاي نهضر على المعاناه اللي كيعانيها الشعب المغربي اللي ما كيلقى باش يخلص الكره، كاين اللي ما لقى باش يخلص الضو. راه كاين الناس اللي عندهم الضو هنايا وصلت 40000 ريال 50000 ريال، حتى واحد ما يقدر يهضر. 50000 نسمه خرجوا فيها اربعه الناس، وردي مزري، شفيق ديان، والقلم الحر حميد اعراب، حنا هما اللي خرجنا صافي. وتعرضنا للرفس والضرب وللركل والسحل، مجانا ما هزين سلاح، ما ضربنا بالحجر، ما هرسنا قهوي، جينا نقولوا لا للغلاء لا للحكرة. تري جا قارو وبرب العالي العظيم ما عندي يا اصبر، شنو نديرو يلا؟ فين هو شمع من المنطقة قدها قد الاخرى؟ المعمل طالع شاش كيخرج، العجب الكحل كيخرج بالليل وبالنهار، وولاد البنات كيضربوا الجوانات. راه ما قادرش نهضر، ما باغينش نهضرو، ولكن راه وصلت فينا العظمة. الوالدة كتموت وبرب العالي ما عندي باش نشري لها كيلو ديال الاصبري. يلا اش ندير؟ لا عطيني شحال، فينا هما المسؤولين؟ فينا هي الداخلية؟ ولي الأسعار واش كديرو مجلس؟ كتخلصوه؟ كديرو وخا السوق محاسبة؟ يلا وفين بغيتو توصلو بينا؟ وفين بغيتو توصلو بينا عباد الله؟ واش نسألو العافية فينا؟ يلا قولوا لي اش ندير؟ قولوا لنا اش ندير؟ يلا يلا قولوا لنا اش ندير؟ فينا هما فينا هما فينا هو واخد نفسك كيقول لكم احسن احسن هو هذا وغدا ما غاديش تلقاو الخضره في الخبيز والله الا لقيتوها فينا هي الطبقه المتوسطه ما بقاوش والله يرحمها وكلشي ولا تحت الفقر راح شومه راح شومه الله يجعل شومه ماذا؟ ماذا؟ I'm not just...